التصويت الآن أتوقف تماماً. إذن النتيجة راح نعرفها بعد ثواني، لكن قبل إعلان النتيجة رحبوا معانا بالثمانية مشتركين الليلة. النتيجة صارت جاهزة، رح نعلن عن التوب 3 بدون أي ترتيب، الثلاثة يلي نالوا أكبر نسبة تصويت. اوكي. وهذه النتيجة دحين احنا منتظرينها. يعني قلبي عم بدق مثل كل أسبوع. كيف احساس الجميع؟ تمام؟ في توتر؟ متوترين؟ الحمد لله. أول اسم مهند. ثاني اسم منال مغاب. ثالث اسم حاس بوب. مبروك الى تفريطك. شكرا لكل المشاركين يلي كانوا معنا باللايف. شكرا لكل المشاركين اللي كانوا معنا. تحيه كبيره الى كل المتصارعين. تفضلوا معنا التفريط. اوكي هلا رح نبدا بالمشترك او المشتركه يلي نال او نالت اعلى نسبه تصويت ورح يتاهل او تتاهل للنهائيات مباشره. المشترك او المشتركه يلي نال او نالت اعلى نسبه تصويت بالحلقه الثانيه من السيمي فاينلز من Arab's Got Talent الليلة هي منال ملاك. برافو منال، هلا بنحكيك بعد لحظة. فايزة. واو. بلشنا. الموضوع في يدكم انكم تختاروا ما بين هاس بوب ومهند. ومهند. والموضوع مو سهل وهو باين على وجوهكم اوريدي. فانا والله ظلم انه تحطون ثلاثتهم مع بعض، عن جد ظلم. ظلم. والله يعني ولا اولين المسابقه شوف العالم العربي صوت بس انه الثلاثه فرد حلقه بخوف يعني الموضوع. صحيح. صراحه. طب انا حبدا. لا 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 تخافي لا تخافي. استاذ ناصر ايش رايك نبدا فيك؟ استاذ ناصر نبدا معك. مهند او هاس بوب. انا طبعا يعني مع تقديري لهاس بوب وقدم، وانا يعني كنت واحد من عشاقك، ويعني بس في الاخير انا شايف انه مهند. نعم. واحد لمهند. نجوى تفضلي.
أنا شفت إنه بما إنه مهند عطاه فرصة لأستاذ ناصر وقال له بده يمثل معه، أنا بقول هاسبوك. علي بني الفاصل. العميد عليك اختيار ما بين مهند وهاسبوب، واختيارك يكون هلا. اختيار صعب، صعب جدا. انا بعتقد انه اثنيناتهم قدموا شغل قوي. هاسبوب قدم شغله قويه، ومهند كان كمان رائع اليوم، تخطى نفسه من المره الماضيه. انا باعتقادي الموهبة التي سوف تنتقل إلى نهائي هي الموهبة اللي حتثبت حالها لسنين قادمة لقدام. اثنيناتهم عظيمين، ولكن بعتقد إنه مهند عنده مستقبل. مهند، اللجنة أنقذت مهند. إذن اللجنة أنقذت مهند، ومنال نالي أكبر نسبة تصويت الليلة، واثنيناتهم تأهلوا للفاينل. مش عم تصدق؟ مش عم تصدق أبداً، عم بحلم أكيد. مهند، كلمة أخيرة. يعني كله تمام. إذا الليلة ما لحقتوا تشاهدونا، فوتوا على موقع شاهد دوت نت وفيكم تحضروا حلقة الليلة من Arabs Got Talent. ما تنسوا كمان إنه تتابعوني الليلة لايف بعد ربع ساعة على الموقع يلي عم بمر على الشاشة. بعد مبروك وبعد مبروك. فعلا عشنا ليلة مليئة بالمفاجآت وعروض متميزة في أضخم وأحب برنامج للمواهب. بتصويتكم أهلتوا تاني اثنين المرحلة النهائية، والجمعة الجاية رح نستقبل 8 مشتركين جداد هنختار منهم ثالث اثنين للفاينل. انتهت أمسيتنا، بس أعزائي المشاهدين أنتم مهمتكم ما زالت مستمرة. صوتوا كل هذا الأسبوع لمشترككم المفضل للحلقة الجاية، واحنا حنشوفكم الأسبوع القادم الجمعة القادمة إن شاء الله في برنامج Arabs Got Talent.